السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبخير وفي صحة وفي سلامة وفي سعادة، والخير كله بين ايديكم يا رب العالمين. قبل ما نيجي نشوف الوصفة بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه النهاردة، نقول بسم الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا رسول الله، ده بقى هنعمل النهاردة الحمام اللي محشي الفريك، وهنوريه لكم قبل وبعد. تمام، اول حاجة بعملها في الحمام بنضفه طبعا واجهزه قبليها. والنهارده كده وانا قاعده بالليل جبت الفريك والتسالي قدامي نتسلى كده واحنا قاعدين، جبت الفريك. دي مرحله مهمه جدا ودي خطوه مهمه جدا، عشان كده قلت اصورها لكم. بجيب الفريك الاول، لازم اجيب مصفى زي ما انتم شايفين كده، واقعد اهزه واعمله بايدي وانزل كل اللي انتم شايفينه ده. دي بصوا بتبقى الطينه الرفيعه اللي مش باينه، وزلطايه الحمرة ديت اللي بتيجي تحت السنان اي حد مش عايزين تيجي تحت سنانه. وبعده هزه وانضفه حلو قوي قوي قوي، وبعد كده احطه في حاجه واسعه واقعد انقي فيه واحده واحده. طبعا الحمام بيحب الفريك والفريك بيحب الحمام، ابقوا معنا وهنشوف هنعمل الفريك والحمام ازاي مع بعضينا. ومين حمامه قد كده زغنطوطه خالص، هوريكم الحمامه الكبيره الجامبو. تمام، دلوقتي هننضف بقى الفريك ونظبطه لتاني يوم ان شاء الله، وهبتدي اعمل معاكم كل حاجه وخطوه بخطوه. انا عملته معاكم قبل كده على القناه، بس هعمله معاكم بقى المره دي عشان الحمام صغير جدا. كان في حد بيسالني بيقول لي ازاي اعمل الحمامه الصغيره دي اكبرها، فانا هوريكم كل خطوه بخطوه، خليكم معايا وهوريكم تعملوا ازاي. اهم حاجه ننضف الفريك حلو قوي ونظبطه، ابقوا معانا. دلوقتي بقى بصوا، بعد ما فرجته طلعنا الحاجات الناعمه دي والطينه والزلط، هناخد حبه حبه كده كبشه كبشه، وهعملها كده قدامي في طبق ابيض زي ما انتم شايفين كده، طبق ابيض. يا رب تكون الصوره واضحه كده وشايفينها صح، واسيبه كده هنا فاضي. تمام، وهمشي كده واحده واحده، همشي كده واحده واحده، اي حاجه تقابلني بقى اروح مطلعها على طول. الفريك ده لازم يا جماعه ننضفه حلو قوي زي ما بوريكم كده خطوه بخطوه. بعد ما اخلص المرحله دي بروح مفضياه في طبق هنا واسيبه بقى عشان اغسله غسله نظيفه كده، بغسله 6 7 مرات كده لما الاقي الميه بقت جميله كده وشفافه خالص. هنضفه بقى وهنرجع تاني بكره ان شاء الله اذا احيانا الله وبقينا من اهل الدنيا، نعمل الحمام اللي محشي الفريك معاكم خطوه بخطوه. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وكومنت وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ابقوا معانا. صباح الخير على كل متابعينا حبايبنا، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى يوم جديد ومعاكم، وهنعمل بقى الحمام. ازاي هنحول الحمام العصفوره ديت؟ بصوا هنحطها لكم ازاي في الطبق كده عشان هوريكم بعد ما تتعمل. حمام العصفوره تبقى حمامه جامبو، شوف الحمامه عامله ازاي زغنطوطه في الطبق اهو. تمام، صغيره خالص اهو قدامكم. ازاي بقى نحول الحمامه الزغننه ديت لحمامه جامبو كبيره؟ خدوا بالكم وخدوا افتكروا الشكل دوت عشان هوريها لكم بعد ما نعملها. تمام، انا واحده من الناس اللي بتحب تبقى عارفه من بالليل هي هتعمل اكل ايه. دي الكبد والقوانص اللي هنحطها مع الفريك اللي احنا نضفناه وبرغلناه بال مش البرغل بالمنخل بال ولا المنخل بالمصفه بتاعتنا، نضفناه وهنغسله غسله حلوه قوي 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 زي ما بنغسل الرز كده كام مره كده، ونكب الميه. والصينيه الجميله ديت هخرط فيها الثلاث بصلات دولت، وهنزل بالفريك بتاعي مع الكبد والقوانص، فلفل اسمر وملح، انا عملته معاكم قبل كده، وهظبط الفريك حلو قوي. تمام، وهرجع لكم بقى تاني عشان نحشي الحمام بتاعنا ونوريه لكم ازاي هنخلي الحمامه العصفوره الزغنونه ديت تبقى حمامه جامبو كبيره. تمام، وقولوا لي بقى في الكومنتات ايه رايكم في ورق الحائط دوت، ده نيولوك بقى بتاع العيد بقى دوت. بصوا ده ورق حائط هكمل بيه المطبخ كله ان شاء الله، حطاه كده اكنه حيطه. تمام يا حبايبي، عشان اوري متابعيني يا حبايبي الحمام بيتحش ازاي وبيتعمل ازاي، ابقوا معانا. هروح اعمل الفريك الحلو دوت وارجع لكم تاني. انا واحده من الناس بحب اصحى الصبح كده عارفه انا هعمل ايه، ما بحبش افاجئ نفسي، عشان لو هفاجئ نفسي يبقى مش هناكل النهارده. على ما الواحد بيقوم ويجهز ويعمل بيكون الظهر، لكن لو لسه هتفكري هتخش على العصر ومش هتلحقي تعملي اي غدا.
فانا بحب من بالليل اعرف انا هتغدى ايه وهعمل ايه، بصحى الصبح كده نشيطه على المطبخ بتاعي واخش على طول كده ابتدي اشتغل. احب اعمل الكبد والقوانص بتاع الحمام، ما بحبش ازود عليه. دول 5 فرد حمام، جوزين ونص كل واحد حمامه، عشان ما عنديش حد يعني بيحبه قوي. تمام، هروح اعمل الخلطه بتاعه الفريك اللي هنحشي بيها الحمام وارجع لكم تاني، ابقوا معانا. بصوا يا جماعه، هي دي درجه البصلايه اللي هحشي بيها، احط عليها الفريك واحشي بيها الحمام. مش عايزه اللون يغمق عن كده، اللون اللي هو الذهبي الفاتح اهو عشان تبقى مسكره. بصوا، ده نص كيلو فريك. ازاي اعمل للحماميه يعرف الحماميه بتاخد ازاي؟ بتاخد كده ملوي الايد، ده حشو الحماميه. وحطيت فلفل اسمر الاول خالص، حطيت معلقتين زيت ومعلقتين سمنه بلدي او ليا اللي عندك، وقلبت البصلايه، وبعد كده نزلت بالكبد والقوامص والقلب بتاع الحمام، وهنزل بقى بالفريك زي ما انتم شايفين كده. بص يا جماعه، ده الفريك الاخضر ده هو الفريك البلدي، الفريك البلدي هو اللي بيتجاب ويتحط. ادي كده 3 حمامات، 4، 5. طبعا هو هيزيد بقى عشان البصل والكبد والقوامص، ولازم تغسليه حلو قوي. بعد ما تنقيه حلو قوي، تغسليه حلو قوي وتنزلي بقى عليه. قلت لكم ما حطيتش غير فلفل اسمر، ما نحطش حاجات كتير، هو فلفل اسمر وبس. هو ده الفريك الحلو المظبوط. تقولي له عايزه فريك بلدي، عشان في فريك مستورد وفي فريك الوان لازم تجيبيه من عند حد مضمون. تمام كده، هنزل بقى بحب الفلفل الاسمر تاني، بيحب الفلفل الاسمر هو بس، ما بحطش اي حاجه تاني غير فلفل اسمر والملح، الملح حسب الرغبه وحسب ما انت عايزه. وهنزل بكوبايه ميه بعد ما اقلبه شويه كده حلوين، هنزل بكوبايه ميه على الفريك بتاعي زي ما انتوا شايفين، وهسيب الصينيه على نار هاديه شويه ومش هغطيها. تمام، انا بعمله في الصينيه ليه؟ عشان يبرد كده معايا ويبقى حلو، واعرف احشي الحمام بتاعي حلو قوي. بصوا كل خطوه اعملوها هتنجح معاكم، وهيبقى احلى فريك واحلى حمام. الخلطه دي ممكن تعملها مع البط، مع الفراخ. بصوا، هي كوبايه ميه، وهسيبه بقى يغلي غلوة واحدة على نار عالية، وبعد كده اوطي النار خالص عالية. اول ما يشرب المية ما بغطيهوش، يشرب المية حلو قوي، عشان انا عايزاه نص سوى، مش عايزاه يستوي خالص عشان هيكمل سوى في الحمام. هروح قافلة عليه قبل ما احشي الحمام، هرجع لكم تاني. ودي بقى يا جماعة بعد الصينية بتاعتنا ما خلصت، بالفريك بالكبد والقوانص والبصل. ده في ناس بتكملها بقى وتحط شوربة او مية وتسويها خالص، بيبقى طاجن فريك بالكبد والقوامص او بقطع الفراخ، بيبقى طعمه حلو قوي قوي، ومشروم برده بيبقى معايا. تمام، قبل بقى ما ابتدي احشي الحمام معاكم، جبت حله زي ما انتم شايفين كده، هولع عليها نظبط العين الاول. بسم الله، نظبط العين الاول وبعدين نبتدي نشتغل. الله هو اكبر. تمام كده، لسه ما اتظبطتش. نحط الحله، بسم الله ربنا يسترها يا رب. نصها ميه وحبه فلفل اسمر مش كتير. تمام، وحبه ملح زي ما بتحقيها اي شوربه عندك مبدئيا كده خلاص. وهسيبها بقى حقا وصدقا يا رب العالمين، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا للذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله. بصوا يا جماعة، أنا بصوا الست الشاطرة شاطرة مهما كان برضو، يعني الحاجة البدرية زي ما قالوها أجدادنا وأمهاتنا منسية. شفتوا العصر إدنا أهو، والغدا بصوا خلاص قرب يخلص، يعتبر ان انا احط الحمام في الشوربه يستوي وخلاص على كده. انا زي الفريك ما بحب الشريك. ازاي زي الفريك ما بحب الشريك؟ الاكله دي ما بتحبش جنبها اي حاجه، انا بعمل بس الفريك
بحشي بيه الحمام وبحطه في الشوربه، وبحط بقيه الفريك في الشوربه، وكل واحد ياخد له طبق شوربه حلو كده، تمام، طبق شوربه حلو كده زي ما انتم شايفين كده، زي ما بقول لكم كده بايدي، ها، والحمامه بتاعته متحمره كده، وشويه شيبسي جنبيها كده، شويه ترشي، وكان الله بالستر العليم، بتبقى اكله جميله وخفيفه وما عندهاش اي حاجه كده جنبيها عشان الفريك ما بيحبش حاجه جنبه. دلوقتي انا نقيت الكبد والقوانص والقلب بتاع الحمام، زي ما قلت لكم ما بحبش احط في الحمام كبد وقوانص من بره بتاع الفراخ، يعني بحب الكبد والقوانص بتاعته كده. انا نقيته على جنب اهو وحطيته عشان كل حمامه تاخد وضعها وتاخد حقها، ما نضحكش على ايه حد كده ولا كده. وهنحشي معاكم اول حمامه، وصورتها لكم وقلت لكم خليكم فاكرين شكلها عشان هتشوفوا. بصوا يا جماعه، من غير خياطه ولا من غير اي حاجه، اول حاجه بحطها القمصان، ماشي، وببتدي احشي الفريك بتاعي. طبعا بجيب طبق واسع زي ما انتم شايفين كده عشان اقدر اتحكم فيه ويبرد على طول، واقدر ايه احشي على طول الحمام بتاعي. في وسط الحمامه كده بدخل الكبده والقلب بتاعها كده، انا اديت الحمامه ديت حقها عشان محدش يتظلم، تمام. ما بستخدمش في الاكل دي كلها يا جماعه الا الفلفل الاسمر والملح فقط لا غير. بصوا بقى، ببتدي ابقى فاتحه الحته اللي تحت دي بين اللي ورا واللي قدام، واروح فاتحه كده واروح مدخله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. واجيب الرجل الناحيه الثانيه، نقول بسم الله وندخلها. بسم الله بتفك كل حاجة، وذكر الله بيدبر لنا كل حاجة. واجي عند الحتة اللي عند الرقبة، الزور طبعا انا بشيل كل حاجة وبنضف الرقبة وانضف الحتة اللي بتاعت الاكل وكل حاجة، وما بدخلش بين الجلد، يعني انا بحشي من تحت وبحشي الزور. بصوا زي ما وريتكم، الحمامة بتاخد كف الايد رز او فريك زي ما انتوا شايفين كده. هحشي بس الحمامه ديت معاكم، ولو عجبكم الحمام بقى ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وكومنت وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. طبعا القرصه انا ببقى اسمها اتنين، حطيت في الاول وهقفل البيت ديت. بصوا يا جماعه، الحماميه بقت حمامه محترمه. طبعا انا مش هينفع احط الحمام بتاعي دلوقتي قبل ما الميه بتاعتي تغلي، لازم تحطي الحمام والميه بتغلي، لازم تحط الحمام هنا عشان ما يفكش منك اللي هي الشوربه. هروح اكمل بقى بقيه الحمام بتاعي وارجع لكم تاني وهوريكم احنا عملنا ايه. ابقوا معانا. بصوا يا جماعه كده، خلصنا الحمام بتاعنا وحشيناه زي ما انتم شايفين كده، ولا خياطه ولا اي حاجه من فوق ومن تحت، ولا تدبيس ولا خياطه ولا اللي هي الخله دي ولا اي حاجه خالص. دلوقتي معانا الشوربه بتاعتنا، الفلفل الاسمر هو اللي خلاها عملت كده. بصوا هي كانت بتغلي وانا هديت عليها. هنزل، بص همسك الحمامه كده، بصوا من فوق لتحت، هنزلها بالراحه كده، نقول بسم الله ولا اي حاجه خالص، ماشي، بسم الله بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. نمسك من عند الزور ومن تحت وننزل في الشوربه، حله تكون حلوه كده كبيره عشان تاخدهم كده براحتها وهي مرتاحه خالص، تمام كده. ليه بقى وهي الميه سخنه وبتغلي؟ عشان تنزل تمسك على طول. وده الفريك بتاعي، هنزل بيه بقى كده وهسيبه بقى لما يستوي الفريك. هعرف ازاي اطلع الحمامه، مش هشوف الفريك اللي بره، لا هشوف الفريك اللي جوه. لما يستوي حلو معايا خالص هروح ايه، هروح مطلعاه بقى. طبعا ايه الدهان دوت انا بستخسره اللي هو في الصينيه ده، شايفين الحركه دي، بنزل كل حاجه في الصينيه عشان تبقى الشوربه بتاعتي متغذيه كده. خلاص كده انا هغطيه، تمام، وهسيبه بقى خالص لحد ما يغلي وهدي عليه النار.
اول ما بيغلي كده وهدي عليه النار اشوف الفريك اللي بره استوى. طبعا انا ما باخدش على الفريك اللي بره، انا لازم اشوف الفريك اللي جوه الحمامه، اطلع حماميه اشوف الفريك لو استوى من جوه يبقى انا كده الاكله بتاعتي جاهزه، وابتدي بقى اطلعه ما تفيش النار واسيبه في الحله، لا ابتدي اطلعه واحمره. هوريه لكم بقى بعد ما يتحمر، واوريكم بقى شكل الحمامه قبل وبعد، يا رب تكونوا فاكرينها بقى ايه قبل ما اعملها. هوريها لكم بقى تاني بعد ما اتعملت، تمام؟ ابقوا معانا. وها هو يا جماعه الحمام المحشي الفريك اللي ما بيحبش الشريك زي ما انتم شايفين. نخش زوم كده على الحمام وجمال الحمام، بصوا ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي، بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى الحمامه انا صورتها لكم في نفس الطبق اللي احنا صورنا فيها الحمامه الكبيره، الحمامه الصغنونه العصفوره، ازاي بقى تبقى الحمامه جامبو. بصوا من عصفوره لحمامه كبيره زي ما انتم شايفينها كده، بصوا في نفس الطبق عشان تشوفوا الحمامه شكلها عامل ازاي. يا رب تكونوا استفدتوا النهارده معانا وتقدروا تعملوا الاكله ديت بكل سهوله ودايما كده مع بعضينا. وما تنسوش بقى لو عجبكم الحمام بتاعنا تعملوا اشتراك ولايك وكومنت وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع فيديو اخر ان شاء الله.